مشاهدي القناة، اش كيوقع هاد الأيام في المخيمات ديال البوليزار؟ التواطؤ مع الكبرانات هرب العديد من العناصر ديال البوليزاريو نحو المغرب. المغرب اللي هو معروف كان ولا يزال يرفع شعار الوطن غفور رحيم، لكن علاش الجزائر هي اللي سرات الهروب ديال عناصر البوليزاريو؟ ممكن تقبل أنه مسألة ديال البوليزاريو أو الصحراويين كاينين في مخيمات تندوف بقاو يهربوا نحو المغرب نحو الوطن الأم، هذه مسألة ممكن نفهمها، ولكن اللي غير مفهوم علاش أن الكبرانات هما اللي سهلوا الهروب؟ واش بغات تقلب الجزائر هاد الصفحة بصورة نهائية؟ والمسألة الثانية، كيفاش قنعات البوليزاريو باش يسمحوا العناصر ديالهم يتوجهوا للمغرب؟ غادي نبدا من السؤال الأخير قبل ما نجاوب على الأسئلة الأخرى والسؤال الأول. الجزائر سمحت العناصر ديال البوليزاريو اللي كيحملوا الجنسية الموريتانية باش يمشيو للمغرب تحت الذريعة أنهم غيشاركوا في انتخابات الموريتانية وتصويت الأحزاب اليسارية المناصرة لأطروحة الانفصال. ولكن المشكل فين كاين؟ المشكل أن الجزائر كتعرف وكتعلم جيدا ان كل العناصر ديال البوليزاريو اللي مشاو سابقا نحو موريتانيا بذريعه تصويت الاحزاب اليساريه الموريتانيه فهم مشاو من بعد المغرب. اذا بما ان الجزائر هي عارفه وتعلم علم اليقين ان هذوك اللي مشاو زعمك باش يصوتوا في موريتانيا غادي يهربوا للمغرب، علاش سمحت لهم؟ علاش خلاتهم يمشيو بالمخيمات ديال تندوف اتجاه الزويرات بوريتانيا، رغم ان عارفين بانهم من بعد زويرات من موريتانيا غيتوجهوا نحو المغرب، بناء على ما يعرف داخل المملكه المغربيه بان الوطن غفور رحيم؟ هذا يمكن نفسره بشيء واحد، ان الجزائر بغات تخلص فعلا من البوليزاريو، بغات تخلص من البوليزاريو لانه بدا كيشكل لها واحد الحمل ثقيل جدا، ولكن ستخلص منه بواحد الطريقه اللي تحفظ ماء الوجه ديالها. ستبين بانها دوله كبيره وتبين بانها ماشي غير جات وتخلصت، وانما فقط هادو يعني داروا الحيله ومشاو لموريتانيا تحت ذريعه التصويت وفي الانتخابات الموريتانيه المسألة اللي كتخص الانفصال، وبالتالي فهما يعني كخونة هربوا نحو المغرب. لكن هذه مسألة اللي خصنا نعرفوها، علاش إذن علاش الجزائر علاش بغات تخلص من البوليزاريو؟ احنا اليوم نظام عالمي وإقليمي جديد مع تحالفات جديدة، شكون كان كيظن ولو بالمزاح ان السعودية في يوم من الايام هتقرب من ايران، هتحالف مع ايران العدو التاريخي العدو التقليدي للمملكة العربية السعودية؟ من كان يتوقع عودة بشار الاسد للصف العربي؟ وماذا عن تحالف السعودية مع روسيا والصين؟ هناك ايضا بالنسبة للداخل المغربي تنامي المطالبة بالصحراء الشرقية المغتصبة، وبالتالي واش كاين شي اتفاق سري بين الجزائر والمغرب اللي كيربط بين من جهة الصحراء الغربية المغربية ومن جهة أخرى الصحراء الشرقية المغتصبة كيف ما كان الحال في عهد ديال بوضياف؟ في عهد المرحوم بوضياف يشاع، يعني ما كاين عندي شي دليل تاريخي باش نكون واقعي معكم، ولكن يشاع آنذاك انه كان اتفاق سري بين المرحوم الحسن الثاني والمرحوم بضياف باش ينهيوا القضيه ديال الصحراء المغربيه الغربيه بصوره نهائيه، وفي المقابل اتنحى حتى المساله ديال مطالبه المغرب بالصحراء الشرقيه المغتصبه. هذا ما يشاع انا ذلك، كيف كنعاود نكررها باش ما يوقعش اللبس، ما عنديش شي سند اللي كيتبت، ولكن كانت الصحافه لا الدوليه ولا المحليه هضرت على المساله انذاك قبل ما يتم اغتيال الرئيس بوضياف، واللي كيزكي فعلا بانه هذه المساله ربما كانت مطروحه ذلك الوقت
أن الكبرانة تختالو المرحوم بوضياف. هذا من جهة. من جهة أخرى، واش كاين شي ضغوط أمريكية على الجزائر باش تنهي هاد المسألة ديال الصحراء الغربية المغربية؟ الله أعلم. يعني هناك هاد كل احتمالات، ولكن اللي بدا كيبان للإعلان من خلال هاد الأمور هذه أن الجزائر بدات فعليا بغات تخلص من البوليزاريو.